الأجمل من كل هذا هو أنه الفنانين الجزائريين العالميين ما ينساوش دائما بلادهم من خلال عودتهم لتصوير أعمال داخل الوطن، على غرار طبعا لالجيرينو، أناس، سولكين، غريمكا، دي جي سنايك وغيرهم. نشوفوا تقرير على هذا الموضوع عبد الله. نجوم عالميون ما نساوش أصولهم رغم الشهرة، الأضواء والوقوف على كبرى المسارح. البداية راح تكون مع دي جي العالمي دي جي سنايك، كان في زيارة مباشرة للجزائر. المحطة الأولى ديالو كانت بمدينة وهران، بعدها العاصمة، وحتى مسقط رأسه ببرج بوغريريج. والهدف منها هو معاينة أماكن تصوير كليب ديالو جديد في انتظار عودته للجزائر في الأيام القليلة القادمة. سولكينغ حط الرحال بأرض الوطن واختار متحف الباردو لتصوير كليبه الجديد مع مغني الراب العالمي ريمكا، واستعان بعديد الوجوه المعروفة على السوشيال ميديا. ومن خلال الكليب راح نشوفوا الترويج للعادات والتقاليد وحتى الزي الجزائري. الكليب راح يكون تحت عنوان لالا. وكان سبقهم العالمي لالجيرينو من خلال ترويج للجزائر والسياحة في الجزائر من خلال عديد الأعمال. وكنا شفنا في حتى أحد كليباته بعض الصور لمسقط رأسه مدينة خنشلة. كانت هذه عينة برك لبعض الفنانين اللي حاولوا يروجوا للجزائر من خلال أعمالهم، وما نساوش أصولهم. ما نساوش اصولهم، بصح انا ما نسيتش باللي ما رانيش في نشرة اخبار وقلت مقبل تقارير. معليش تقارير ولا يعني كلكو زانفورماسيون اللي مدهم منا محمد موفق اللي نشكره ايضا. وسولكينغ مؤخرا كما قال محمد موفق كان قام بتصوير لقطات الفيديو كليب اللي هضر عليه اللي هو لالا، حب يروج من خلاله للتقاليد وحتى الازياء الجزائريه الجميله جدا. الله طبعا بصح.